ودلوقتي هنعمل مع بعض الحلو بتاعنا اللي هيكون اسمه حلوه الجبن او حلوه اللبن او راس ملاي. ده اللي بتعمل في الهند وكمان باكستان. قبل ما نعمله هنجاوب على السؤال اللي احنا كنا سالناه. كنا بنقول ايه الكوليسترول موجود اكتر فين؟ في اللحم الابيض اللي هو الفراخ والارانب، ولا موجود في اللحمة الحمراء اللي هو اللحم الضاني او اللحم البقري؟ اللحم الضاني والبقري فيه كوليسترول، نسبة كوليسترول اعلى، واللحم الابيض نسبة الكوليسترول اقل، والانسجة بتاعت حتى تركيبة اللحمة لو احنا بصينا على السمك بيكون اقل نسبة كوليسترول لان ما فيهوش عضلات ولا فيه دهن، وبيبقى ممسوك باغشية صغيرة جنب بعضيها عبارة عن جيلاتين، عشان كده ما بيستوي بيحوالي 5 دقايق 10 دقايق وبتبتدي يتفكك، في حين ان الانسجة بتاعت الفراخ تتفكك في مدة اطول، اما اللحمة بتاخد مدة اطول، وديت بسبب الانسجة اللي ماسكاها العضلات وكمان الشحم اللي موجود اللي هو اصلا بسبب الكوليسترول، او بيكون الكوليسترول اعلى في حكاية في حالة اللحمة البقري والضاني، وطبعا بيكون اكتر حسب نسبة الدهن اللي موجودة اذا كان فيها الدهن اكتر في اللحمة نفسها، ما تبقاش حتة حمراء. اما بالنسبة للحلو بتاعنا اللي هو الراس ملاي، انا هعمل معاه قبل ما نبتدي هنعمل مع بعض زي بسكوت، هعمل شوية بسكوت بالجلاش بورق الجلاش، وده ممكن يستعمل مع الحلو دوت او مع اي حلو تاني. الفكرة فيه ان احنا ممكن اجيب ورقة الجلاش ديت وبدهنها بشوية سمنة صغيرين، ورش عليها شوية سكر، وبعدين اجي اقفلها كده واكرر الحكاية واعملها زي المروحة وافضل اقفلها، وبعدين باجي امسكها امسك حرفها بطرف الخلة، وبعدين اجي كده واقفلها من الناحية دي واجيب الخلة، وده هيكون الشكل بتاعها. اجيب واحدة خلة واقفلها واحطها في الفرن، امسكها كده واشكلها بالشكل اللي انا عايزه، بدخلها الفرن واسيبها لغاية لما تستوي. نكرر هنا نعمل واحدة تانية بسرعة. بحط شوية سمنة وبحط عليهم شوية سكر، وبعدين بقفلها بتبقى نفس الحجم او المقاس زي ما بنعمل المروحة اللي هي الورق. وبعد ما بعملها بالطريقة ديت باجي من النص هنا واروح حاطط خلة، اقفلها كده وافتح الحتتين دول، وبالخلة تتمسك، ودوت اللي هحطها في الفرن واسيبها. طبعا مش هتاخد في الفرن حوالي يعني دقيقتين ثلاثة حسب سخونية الفرن، وبسيبها ديت لغاية لما تستوي، ولما بتطلع بيكون ده الشكل بتاعها. يا دوبك بتغمق شوية بشيل الخلة، وديت هخليها ابقى ازوق بيها الطبق بتاعنا اللي هو الراس ملاي. اما الراس ملاي اللي هو هنعملها عبارة عن دقيق اللبن البودرة، هيبقى هو الدقيق بتاعنا. بجيب اللبن البودرة وبحط عليه البيكنج باودر، وبخلط البيكنج باودر لغاية لما يدوب هنا هوت في اللبن، او ينخلط او يندمج تماما، لان اللبن دوت بودرة مش لبن سائل، فمش هيدوب فيه اكيد. وبعدين هنا هوت في النص بحط السمنة اللي انا هستعملها، بعمل فتحة صغيرة هنا في النص، وبعدين في قلب الفتحة ديت بحط البيض، بخفق البيض، وبعدين ببتدي اخفق البيض هنا هوت مع السمنة، وابتدي اخد شوية من الدقيق لغاية لما المكونات ديت تبقى كتلة واحدة بدمجها مع بعضها، بفضل الفها كده لغاية لما تبقى كتلة واحدة، وبعدين بسيبها حوالي 5 دقايق قبل ما ابتدي اعجنها او قبل ما ابتدي اشكلها، لان لو شكلتها دلوقتي بتكون طرية وبالتالي هتبتدي تلزق. لو انا حبيت اشكلها على طول دلوقتي بجيب سلطانية فيها مية على اساس انها تبقى سهلة، لكن السبب ان انا بسيبها كام دقيقة، اللبن دوت كان لبن بودرة بيتشرب الزبدة اللي انا حطيتها وبتشرب البيض اللي هم بيعتبروا سائل، يعني البيض والزبدة بيعتبروا سائل، اسيبهم شوية، وبعد ما بسيبها شوية بتبتدي تتماسك، وديت اللي هشكلها كور. بعد ما بعملها كور باجي اعملها كورة كده، وبعدين بضغط عليها، وده بيكون الشكل بتاعها. فهعمل منها كمية، والكمية ديت هتستوي في قلب لبن. اللبن بجيب لبن عادي بحط عليه حبهان، وبحط عليه سكر
كمية سكر كبيرة، وبخلي اللبن دوت يغلي. بحط لبن على النار اكني بعمل شربات، بدل ما هسويها في شربات هسويها في لبن في حبهان. بمجرد ما اللبن دوت يبتدي يغلي هشكل الكور ديت اللي هي بعملها اقراص، وباخد الاقراص ديت احطها جوه اللبن السخن او اللي ابتدى يغلي علشان تستوي فيه. اشكل كرة كمان، بعد ما اعمل الكرة بضغط عليها كدهوت، وده بيبقى الشكل بتاعها. دوت هو الراس ملاي اللي هو معمول من عجينة اللبن، وكمان بيتستوي في قلب لبن، وبعدين هزوقه بالحاجة التانية اللي هي عندنا اللي هو الفستق، ممكن كمكسرات، واللبن اللي هو عندي دوت ببرده، او ممكن احط لبن مكثف اللي هو الكوندنس ميلك اللي هو بيبقى مضاف عليه سكر، بيبقى لبن مبخر ومركز ومحطوط عليه سكر، بشتريه جاهز. او ممكن لو حبيت باخد اللبن اللي انا سويت فيه دوت واحط عليه شوية نشا او كريمة. ودي العجينة تقريبا كده هتكون واحدة او اتنين تانيين، ودي جاهزة للتقديم. بسيبها فيها، لو كمية اللبن كتيرة ديت بتنزل لتحت، ولما بتستوي بتطلع لفوق. يعني سهل جدا ان انا اعرف انها استوت، وطبعا محتاج اخليها تستوي علشان البيض اللي فيها. هنتخلص من الحاجات ديت الزيادات اللي هنا، وهنجيب الطبق اللي هنقدم فيه. ولما تستوي زي ما قلنا بتبتدي تطلع تعوم فوق، ما بتاخدش وقت كتير، وخصوصا لو كان اللبن سخن ولو كانت الكمية قليلة. فهسيب ديت تستوي، وتعالى اوريكم لما بتستوي بيكون شكلها ايه. اما بتستوي بطلعها وبحطها في طبق، وبعدين بجيب اللبن اللي انا كنت سويته فيها، ودوت بيكون الشكل بتاعها. بجيب اللبن اللي سويته فيها، وهي ديت الطريقة اللي انا هقدمها بيه. بجيب الراس ملاي حسب انا عايز احط كام واحدة للشخص، واحطهم في الطبق اللي هقدمها فيه. واللبن دوت بيكون لبن سبته يبرد، وهي بتساب في لبن تاني. ممكن لو حبيت اللبن، اوريكم اللبن اللي انا بقول عليه اللي هو الكوندنس ميلك اللي هو اللبن المكثف ده، بيبقى الشكل بتاعه بيبقى سميك وغليظ كده هوت، ودوت فيه سكر ولبن محلى. فهاخده واحط عليه شوية من اللبن اللي انا كنت طبخها فيه اللي هو سبتها تبرد فيه. هاخد حبة منه هنا واضيفها عليه. طبعا الحلو دوت جميل جدا وسهل، يعني لو عندكم المكونات بتاعته اتمنى ان انتم فعلا تجربوه. واهم حاجه فيه لما بتيجوا تقدموه ممكن بتحطوا عليه شويه فستق مطحون، وهو ده الطريقه اللي بتقدم بيها. وزي ما قلنا احنا ممكن نعمل فكره البسكوت ديت اللي هو كان عباره عن جلاش، واجيب الجلاش دوت وحتى لو حطيته في شوكولاته بس كده اخليها اديلها طعم ونكهه وشكل تاني، اضيفها تبقى اضافه بسيطه على الطبق دوت اللي هو سهل وظريف ما فيهوش اي حاجه صعبه. ممكن تجربوه، ما فيهوش عجين، مش هنقول ان هو كيكه وهتهبط ولو فتحت الفرن اعمل ايه ويتعمل ازاي. الاطفال كمان هيحبوه جدا. اتمنى انتم تعملوه، اتمنى ان هو ينال رضاكم، اتمنى اشوفكم المره الجايه، ومن المره دي المره الجايه ليكم مني الف تحيه.